اعذريني عزيزتي على التأخير. كنت أفكر قبل بضع سنوات لم أكن شيئاً، لم أكن أحداً، والآن صرت كبير جبات الضرائب في أريحة. نعم، لقد تغيرت. ماذا تعنين بتغيرت؟ ما زلت أنا، فقط أصبح لنا مال الآن. أبي، يسوع آتٍ، إنه يتجول في الريف. من؟ يسوع المعلم. أوه أبي، خذني كي أراه، كل الأولاد ذاهبون. أوه افعل هذا زكا، لا داعي لذهابك إلى العمل. هل جننتما؟ سأجني ثروة اليوم. نحتاج إلى المزيد من المال زكا. أليس هذا مضحكاً؟ قبل فترة ما كان لدينا شيء، والآن صار عندنا أكثر من اللازم. أو أرجوك أبي، الكل ذاهبون. لا، بالطبع لا، لا. لن أفوت علي فرصة جني الذهب لأن ابني يريد سماع معلم ما. على الأقل يسوع أمين صادق. ماذا يعني بأمين صادق؟ أنا أيضاً صادق جداً. كل ما أطلبه الآن بعض الاحترام. عفواً سيدي، هل هذا هو الطريق الذي يؤدي إلى بيرية؟ لا أيها السيد، هذا طريق أريحة، ذاك طريق بيرية. شكراً لك، شكراً جزيلاً. عفواً، ولكن هذه الطريق طويلة بالنسبة إلى عجوز مثلك. أنا ذاهب للبحث عن يسوع. يسوع؟ نعم، المعلم المتجول. إنه أكثر من هذا سيدي، لقد أقام رجلاً من الموت. أحقاً فعل هذا؟ اضحك إن أردت يا سيد. يسوع هو المسيح. انتظر. هذا طعام لرحلتك. احذر من؟ أعد إلي زكا، أرجوك، هذا كل ما أملك. مؤسف يا بارتيماوس، تدين لي بضرائب ضعف هذا. جيد، لا؟ ماذا؟ لا تهتم، احرص على أن تدفع الباقي غدا، وإلا ستقضي بعض الوقت في السجن. أنا لا أخاف السجن أبدا. إذن سأسجنك من دون طعام أو ماء. زكا، كنت تتكلم معي بلطف وتضع قطعة نقدية في كوبي، لكنك الآن تأخذ القليل الذي معي ولا تعطيني سوى تهديدات غاضبة. لا تلمني أنا، لست أنا من يخالف الشريعة بارتيماوس. ليس هذا ما سمعته. انظر من عاد. ما
من؟ شخص أنتظره من مدة طويلة. صديقي، صديقي، لقد عدت. عدت فقط لكي أفرغ حملي، لا وقت للكلام. خذ هذا إلى المنزل واخزنه لي بأمان، سأعود قريبا. نعم سيدي. يا لها من حياة تعيشها، تتجول باستمرار، ترى أماكن جديدة وتتعرف إلى الناس. إلى أين تذهب هذه المرة؟ هناك معلم يبشر في المنطقة. معلم؟ يبدو هذا مهماً. ما اسمه؟ يسوع. يسوع إذن. يسوع؟ هل تلزمك أي مساعدة؟ أكنت فقط أحسب بكم تدين للرومان من الضرائب. أترك هذا من يدك لو سمحت. انتبه، انتبه يا رجل، لن أحب أن يعرف الرومان أنك تمتنع عن دفع حصة الإمبراطور. أنت حقا عار، أنت عار على شعبنا. من كان الرجل؟ عمن كان يتحدث؟ ابتعد عن طريقي يا بارتيماوس. هل قال يسوع من أي طريق ذهب؟ يجب أن لا تهتم إلى أين يذهب الآخرون. أنت ذاهب إلى السجن يا صاحبي. لكن يعرف الرجل الذي تكلم عنه. ادفع ضرائبك فقط يا بارتيماوس. يسوع، إنه آت. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها وهي تتبعني، وأنا أعطيها الحياة الأبدية. يسوع، بارك أولادنا. المس أولادنا يا معلم. يا سيدات، أيتها الأمهات، إن يسوع يعلم. نريد أن يبارك المعلم أولادنا. أرجوك، ليس لدينا وقت لهذا الآن، سنغادر بعد قليل. للحظة فقط. لا، ليس الآن سيدتي، لكننا أتينا من بعيد لرؤيته. أنا آسف. مهلا، دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق الحق أقول لكم، من يقبل ملكوت الله مثل طفل صغير هو الذي يدخله. ولكن عفوا يا معلم الطيب، ماذا يجب علي أن أفعل لكي أرث الحياة الأبدية؟ تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحب قريبك كنفسك. حفظت الوصايا وتبعتها يا معلم كلها، لقد حفظتها منذ طفولتي. إذن بقي أمر واحد فقط، اذهب وبع كل ما تملك وأعطه للفقراء، عندها تحصل على كنوز السماء، وتعال اتبعني. ما أصعب أن يدخل الغني إلى ملكوت الله. نعم، من الأسهل أن يدخل الجمل في خرم إبرة من أن يدخل غني ملكوت الله. يجب أن نرحل أيها المعلم، أريح على مسافة يوم. Oh.
يمكنك القول أنني لم أحذرك. أرجوك زكا، سأقضي حياتي في السجن، لكن دعني أكون هناك حين يمر يسوع. يسوع؟ ذاك المعلم آت إلى هنا؟ الخبر يملأ الشارع سيدي، سيمر بأريحة في طريقه إلى أورشليم. ليتني أستطيع أن أكلمه وهو مار، سوف أشفى، أعرف هذا. أوه، يا لك من رجل سخيف. خذوه إلى السجن. لا لا زكا، هذا صحيح، يسوع هذا أقام رجلا من الموت وشفى الأعرج وأخرج الشياطين، بإمكانه أن يغير الحياة زكا. أخرج، هناك أكثر من هذا، اسمعني من فضلك. ألا تفهم؟ أنا نور العالم، تعالوا إلي وأنا أريحكم، أحب بعضكم بعضا. من غيره يعلم هذه الأمور؟ زكا، يسوع هو المسيح. أتوسل إليك، أعطيك باقي حياتي، لكن دعني أكون حاضرا حين يمر. أرجوك زكا، أنا أرجوك. شكرا شكرا سيدي. عفوا، أنا متحمس جدا. هل مر؟ من؟ يسوع، ألم تسمع؟ يسوع سيمر بأريحة اليوم وسوف أكون هناك حين يمر. هل هذا هو؟ ماذا يجري؟ ما الذي يفعله؟ هل هو قادم إلى هنا؟ هلا سكت؟ أرجوك أدعوه إلي، أطلب منه أن يمر من هنا. يسوع، يا ابن داود، ارحمني ارحمني يا يسوع. اسكت، الكل ينظر إلينا. لا يهمني، يجب أن أحدث يسوع. يسوع، ارحمني يا يسوع، ارحمني يا يسوع. يسوع، يجب أن أتكلم إليه. يسوع، ماذا تريد مني أن أفعل؟ يا سيد، أريد أن أبصر. إيمانك قد خلصك، أبصر الآن. أنا أستطيع أن أرى. ماذا؟ انظروا، شوفي الأحمى. هذا مستحيل.
سوف أشفى، أعرف هذا. دعني أكون هناك حين يمر يسوع. ألا تفهم؟ يسوع هو المسيح. أنا أستطيع أن أرى. فجأة وبشكل غريب تغير كل شيء. لماذا الأشياء التي اشتريتها لم تعد جيدة بنظري؟ لماذا فقد الذهب الذي جمعته بريقة؟ ما كل هذا مقارنة مع كنوز السماء؟ ما كل هذا مقارنة مع الرحمة والحب؟ لكن ماذا يبقى إن تخليت عن كل هذا؟ ماذا أكون من دون كنوز الغالية؟ يسوع، كلامك وأعمالك جعلتني أركع على قدمي. ساعدني، اشفني أرجوك. من هو هذا الرجل؟ يبدو مثل زكا. الشعار؟ ماذا يفعل فوق؟ ربما يتجسس لحساب الرومان. زكا. نعم زكا، أسرع وانزل، لأني اليوم سأزور منزلك. تعني أنك ستدخل إلى بيتي؟ أنا لا أستحق، أنا لا أستحق أن تدخل بيتي. أنا خاطئ يا معلم. تعال. لم آتي إلى هذا العالم من أجل الأصحاء، لكن لأبحث عن الضالين وأخلصهم. ربي، سوف أعطي نصف ما أملك للفقراء والمحتاجين. وإن كنت غششت أحداً فسوف أعطيه 4 أضعاف من الذي سرقته منه. زكا، لقد دخل اليوم الخلاص إلى بيتك. يداي فرغتا بعد أن كانتا مليئتين، كان قلبي فارغا وامتلأ الآن.
امتلأ ويفيض، امتلأ بالحنان وامتلأ بالإيمان. كنت قلقا والآن أعيش بسلام، زال الحزن والأسى والظلام، الحب ملكني وملأ حياتي، وما عندي أنا أعطي. أنا ولدت من جديد، كنوزي لا لم تعد تفيد. إلهي بعد أن عثرت عليك، حياتي بين يديك. أنا ولدت من جديد، كنوزي لا لم تعد تفيد. إلهي بعد أن عثرت عليك، حياتي بين يديك. إلهي لا تكنزوا لكم كنزا في الأرض، حيث تفسد السوسة والصدأ، وحيث يسرق اللصوص. اكنزوا لكم كنوزا في السماء، لأنه حيث يكون الكنز هناك يكون قلبك.